ده علي عنده 6 سنين، أول واحد يكسب في عرض تحديات فودافون في فئة الرياضة. بيحب الكرة، مهاري وبيحلم يكون أحسن لاعب كرة في المستقبل. وقربنا الحلم بسنة تدريب هدية في أكبر مدرسة لكرة القدم في مصر عشان ينمي موهبته ويطورها. تعالوا نشوف القصة الكاملة بدأت إزاي. إزاي علي قدر يكسب مسابقات تحديات فودافون؟ أنا الأول دخلت التحدي كسبت، بعد كده قال لي حط فيديو، بعد كده ابتديت أشيره، ابتديت أصحابي يشيروه، ابتدى الألف في الثاني في الثالث في الإعجابات كترت، والحمد لله. بتشجع نادي إيه؟ ليفربول. إزاي شايف فودافون تقدر تحقق حلم علي؟ وإن شاء الله في خلال الفترة اللي جاية ممكن فودافون تحقق حاجات كتير من اللي علي بيحلم بيها. مين أكتر لاعب بتحبه؟ محمد صلاح. إمتى اكتشفت موهبة علي؟ تقريباً من هو ابتدى يمشي، تقريباً هو عنده سنة. إيه هي وجبتك المفضلة؟ كشري. لو محمد صلاح كلمك هتقول له إيه؟ بحبك. مين بيلعب مع محمد صلاح في ليفربول؟ فيرميني وماني وفندك. علي متابع دوريات كرة؟ علي متابع كل الماتشات اللي في الدوري، الماتشات اللي بره. مين اللي بيدربك دلوقتي؟ كابتن علي. مركزك إيه في الملعب؟ انجلف. ده الملعب بديه.